حلقون بالمنظر ده، هتبقى واحد تلاتة خمسة سبعة الوش الفرد كده مفيش مشكلة. تعالى بقى بالنسبة للزوجي، هي المفروض اتنين اربعة ستة تمانية. لا انا ناخد الاتنين الاولانيين في الزوج نعكسه، يبقى الكبير الاول والصغير، وبعدين اللي بعدهم بدل ستة تمانية لا تبقى تمانية ستة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو بسيط ولكنه هام جدا في الطباعة. كلنا عارفين الورق غالي، فممكن واحد يكون عاوز يصغر الورق ويصور مثلا 8 صفحات في ورقة واحدة، أو ممكن أكتر من كده، ممكن 12، يعني 6 في وش و6 في وش. بس المشكلة في إيه؟ لما هنعمل وش وظهر لازم انا عاوز نخلي واحد في ظهرها اتنين وتلاته في ظهرها اربعه وانا ماشي كده. الكلام ده طبعا مش سهل، الكلام ده انا جربته عن نفسي في مولد ورق، انا عن نفسي جربته والله الموضوع في منتهى الصعوبه. هو ليه فنيه بسيطه جدا، عشان تنفذ الكلام ده صح كل اللي هتعمله. اول مره بس هنجيب ورقه فاضيه بالمنظر دي وهنقسمها كده. إذا كنت هنعمل أربعة في الصفحة هنقسمها أربع أقسام بالمنظر دي، الوش والظهر، ونبدأ نكتب أنا بإيدي بالقلم. واحد وفي ظهرها اتنين، تلاتة في ظهرها أربعة وأنا ماشي كده. ماشي؟ طب بعد كده بقى المكنة بتطبع إزاي؟ نظام المكنة بتطبع دي ثم دي ثم دي ثم دي في الوش، وبعدين تقلب الورقة كده وتطبع برضه بنفس الترتيب ده كده. طب انا لما هنيجي نكتب بقى اثناء الطباعه هنكتب الارقام ازاي في المكنه عشان تطبعها لي مظبوط، هنوري حضراتكم اهي. ونبدا نكتب اللي في الوش الاولاني وفاصله كده، اللغه انجليزي، بنضغط على حرف الواو ونكتب واحد والفاصله ثلاثه والفاصله خمسه سبعه وانا ماشي كده. حلقون بالمنظر ده، هتبقى واحد تلاتة خمسة سبعة الوش الفرد كده مفيش مشكلة. تعالى بقى بالنسبة للزوجي، هي المفروض اتنين اربعة ستة تمانية. لا انا ناخد الاتنين الاولانيين في الزوج نعكسه، يبقى الكبير الاول والصغير، وبعدين اللي بعدهم بدل ستة تمانية لا تبقى تمانية ستة، ومن تسعة لستاشر. بص خدت الفرد، اول الفرد في التسعة ايه؟ 11 13 15. نيجي على الزوجي، المفروض 10 12 14 16، لا 12 10 16 14. واحد يقول لي طب انت بتفنن ولا ايه؟ الكلام ده ايه؟ اسجيه ازاي؟ ما هي سعاده الباشا الورقه اهي، المكنه عشان الورقه بالطول بتقلبها لي كده، بص كده بتقلبها لي بالطول كده الناحيه الطويله جدي اهي. هنلاقي الاربعه جت قبل الاثنين لان هي بتطبع كده، دي الاول ودي الاول ودي الاول ودي الاول. هو ده السر، لو انت ظبطت كده بالنسبه لاي عدد من الورق وتبدا تكتبه على الكمبيوتر هيطلع الورق معاك ان شاء الله مظبوط، والوش وراه الظهر الرقم اللي بعده على طول. هنوريكم على الكمبيوتر هنكتب الارقام ديت ازاي، وهنطبع الورقتين وهنوريكم شكله. انا دلوقتي على الكمبيوتر اهو، ادي المذكرة ام كام؟ ام 21 صفحة. هنخش في الموضوع على طول، هنضغط كنترول وبي من لوحة المفاتيح عشان نطبع. نيجي جاي في الاخر خالص بيبقى الافتراضي صفحة واحدة، هنيجي فاتح من هنا. انا عاوز مثلا اربع صفحات لكل ورقة، الكلام ده بالنسبة للوش واحد. طب عشان الورقة بالطول نختار من اهو، طباعة على كلا الوجهين مع قلب الصفحات عند الحافة الطويل، بينما الورقة لو بالعرض نختار قلب الصفحات عند الحافة القصير. هنختار اني ديت كده. نبدأ بقى نقف اهو في الصفحات دي، نغير اللغة انجليزي الت وشيفت، نكتب بقى الارقام ازاي. لما غيرت اللغة انجليزي هنبدأ نكتب الارقام ونضغط على حرف الواو اللي هو بالعربي، فهيعمل لي الفصلة لان اللغة انجليزي، ونبدأ نكتب الأرقام زي ما وريتكم دلوقتي. نبدأ ناخدها ورقة ورقة، الورقة الأولانية من واحد لتمانية، نضغط واحد والفصل وبعدين تلاتة والفصل وبعدين خمسة والفصل وبعدين سبعة. أدي الوش، ننقل على الظهر متصل كله، ننقل على الظهر كله متصل،
نضغط على الفصل وبعدين نبدأ في الأرقام الفردية بتاعت الزوج بقى، يبقى 4 والفصلة و2 وبعدين الفصل 8 وبعدين 6 والفصلة. خش بقى على الورقة التانية، الورقة التانية من كام؟ من 9 ل 16. أنا هنوريك ورقتين بس وبعد كده أنتوا تكملوا بقى بقية الأرقام كلها. الورقة التانية من 9 ل 16 اللي هو أول رقم فردي هيبقى كام؟ 9 وبعدين الفصل وبعدين 11 والفصل وبعدين 13 والفصل وبعدين 15. ننجل على الزوج بتاع الورقة التانية على الظهر، يبقى 12 وبعدين 10 وبعدين 16 وبعدين 14. واني ماشي كده، هي دي الفنينة اللي هتحل لك المشكلة. اول ما تنجل في الورقة التالتة مشي بنفس النظام. الطبعة الحمد لله جاهزة اهي، هنضغط على طباعة ونوري حضراتكم الورقتين بعد ما يطلعوا من المكنة. هذه الورقتين هم بعد ما طلعوا من المكنة الحمد لله مترتبين مية مية. جرب اهي، ادي الواحد في ظهرها اهي، اتنين وادي تلاتة في ظهرها، 4. هنوريكم الورقة التانية. طيب الورقة التانية اهي، اول رقم فيها كام؟ 9 في ظهرها المفروض كام؟ اهي اجلب في ظهرها 10. يبقى هو ده السر اللي هيحللك مشكلة ان انت تطبع ورق وشه وظهر وفي وشه مثلا 4 صفحات او 6 او 8 وفي الظهر بنفس الفكرة اللي أنا قلت لحضراتكم عليه. نتمنى الفكرة تكون وصلتكم ونتمنى دعمكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.